ترجي الترجي الرياضي التونسي اللي نجح في التأهل لربع نهائي الشامبيونز ليغ الإفريقية بانتصاره أمام الهلال السوداني في حمادي الحجر بيرادس 1-0 للترجي، هدف المدافع ياسين مريح. تأكدت فورمة الترجي ناصر، قلنا المقابلة اللي فاتت مهمة، مقابلة اللي بعد كانت بشكون أهم الهلال، الترجي استحق الانتصار والترجي. اللي ما صارش في النادي الإفريقي صار في الترجي. النادي الافريقي مالوريزمون في الوقت الباهي ما عرفش كيفاش يجيب مدرب وما لقاش روحه كيفاش باش يعمل. اليوم نادي الترجي الرياضي التونسي انتداب المدرب خلى الترجي اليوم يضرب وجه اخر برشا مزيان. شفنا المباراه ضد النجم الساحلي كيفاش الانتصار اللي عمله الترجي الرياضي التونسي بدا بدايه المشروع اللي بدا يحط فيه اون بلاس. اليوم البارح الترجي كنا نستناو فيه بالرغم انه المباراه الاولانيه كنا حكينا على البوزيسيون نتاع ليطوال ما كانتش ولا بد، لكن زاد اليوم الترجي الانتصار والهدف نتاع ياسين مريح اللي سجلوا البارح اثر تمريره من يانساس كره ثابته تخلي الترجي في الطريق السوي. الترجي اليوم فما برشا مؤشرات تاكد انه الترجي في ثنيه صحيحه، الترجي ماشي لانكار دو فينال بمجموعه طيبه من الملاعبيه. اليوم فما توازنات، فما الفريق فوليم دو جو قاعد يتحسن، الفريق ولات عنده امكانيات فرديه وجماعيه معناتها اللي قاعده ولات واضحه، حتى السيل دو جو ولا واضح بالنسبه للترجي. هذه من كلهم مؤشرات يخليو اللي ياكدوا انه مره اخرى الترجي في الطريق السوي. الترجي في وقت من الاوقات اللي تخلى الدوت، اليوم الدوت تنحى، تحس حتى حتى الموتيفاسيون كي يعطيها مدرب، الحركيه اللي يعمل فيها المدرب كيفاش الانيماسيون نفس اللعبيه اللي تكونوا مكملين في وقت ما تحسوا متسرحوا. لا لا يا ودي راهو الروح، روح اللي يعطيها مدرب راهي ظاهره يا رفيق. وقت اللي تشوفوا كيفاش الكومبورتمون مع الملاعبيه نتاعو، كيفاش يتحرك، كيفاش يسلم على الملاعبيه، هذوما حاجات كل مؤشرات تاكد اللي الامبيونس بصفه عامه في الترجي تاكد انه اليوم الترجي في ثنيه صحيحه. وتاكد زاد انه الترجي قام بانتدابات من حجم محترم جدا 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 جدا. معنا اليوم قاعدين نشوفوا في مقابلات الترجي، انا ديما نقول يعجبني المدرب اللي كي ما نشوفوش في البنك شوف فريق نتاعو يلعب نعرف ايكيبا يرني فيها فوزي مثلا تشوفها كيفاش تبريسي وتخنق تفهم اللي فوزي قاعد في البنك. نبيل عنده ان ستيل دو جو كيف كيف تفهمه. اليوم المدرب هذا تحس كوره تحب تخرج سياحه بسيف ولا مش من عاداتنا في الكوره في تونس. لوح ومن بعد نبدا حتى تجيك على النوف حتى تجيك على وجور يعمل اكسبلو انديفيديوال. لا كوره اصرار انها تخرج بنسبه 80-90% صحيحه من الديفونس للاتاك. هذا سي ان كاشي نتاع اونترونور وهذا يحسب للمدرب الجديد نتاع الترجي مع قيمه فنيه مع بعض اللاعبين. يعني اساسا بالنسبه لي ملعبي شيخ الكوره وفما ملعبي اخر انا حسب اعتقادي هو النقطه المضيئه بالنسبه اولو بالنسبه للترجي نقطه الضعف اللي كانت موجوده. اليوم السيد هذا عمل لي كليبر، الكليبر اللي موجود في وسط التران تعرف وقت اللي تبدا عندك ان بون ريكوبيراتور ويقرا اللعب مليح ويلعب براتيكمون وحده رفيق، معناتها يلعب براتيكمون وحده وقاعد يعمل في اضافه كبيره فيعمل توازنات اللي هي اكثر منها فيزيك. راهو وقت اللي الملاعب يلعب في البوست هذيك بالذات وقت اللي يعرف يقرا اللعب ويقرا التراجكتوار تاع الكره ما نجم يكون يعطي كاليكليبر. واليوم شفنا الترجي ولا فيها كليبر ولا فما دي سوليسيون انديفيديوال كوليكتيف تخلي الترجي نجم يحل الشفره نتاع اي فريق. مبروك للترجي حسعيد في المقابلات القادمه، ربع نهائي نصف نهائي ونهائي، علاش لا ما تكونش رابط اخر قد كان الاهلي والترجي من العرب جديده للترجي بقياده المدرب الجديد ويزي. قد كان الاهلي والترجي من العرب وان شاء الله الترجي كالعاده توصل الفينال يا ربي وان شاء الله نفرحوا. ويزمك ترى محمود رفيق في استاد بسم الله ما شاء الله شبيه تبقى بتيفور حاه في ربع ساعه ديما في اللوج بريسا من الاول محمود بريسي من الاول و15 عبد قعدوا حالين فهمهم للريح معناتها وان شاء الله الاداره تتلهى بال محبوب في اللوج يحبوه كي يجي يجيب البركه فيها. بسم الله الماء يوفى والتيفور يوفى والله وحد عليه رفيق ابو والله وجهه مبروك وعنده في الماتش كله والبلايز البلايز رفيق نامن بالبلايز بلاستو ديما هو كي تروح اللعبه يمشي وراه البلار وانا والله نامنوا بالبلايز امنوا بهذيك انا نامن على الاخ ان احنا والله يا رفيق في دارنا مش دينيا تطير هذا والله شو نقول لك خويا رفيق مع الكره لا انا حتى دار مال عزيزي نامن هو توفى وكل نامنوا كانت عندنا خاتم نستقبلوا انا الرسول يجي عليه وانت تامن يا ودي انا ما انت تعرف اكثر من الرسول لا حاج شخف اش بيك رفيق ندعي الرسول نهى عليه تمام وانت تقول انا نامن لا ما قلتش نامن يا رفيق ما هو العالم الثالث غلط رفيق غلط المره الجايه نقعد في البلاش من الكوره حتى توعدني
نوع ما عادش تبدل من البقعه. وعلاش انت تحبنا نخسروا معناتها؟ لا 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 تطير الحق عنده الحق عنده الحق. سيدنا محمد يقول تطير حرام وانت تقول وقعد ورا البلاط مركي وقعد تحت الكرسي. سوبرستيسيون هي اكثر من تطير. تطير تقولها بالفرنسي معناها هكا ولا زين. وكذلك تطير وبالمناسبه ما عادش باش يجي الباروت لانه هو مطير مطير كبير يعني.